هذه الفضائية اللي اسمها يترك لها مجالات كثيرة عندما أحدا يهنئها، لأنها الرافدين آنذاك والرافدين الحالية موشي، فنتمنى لها التقدم ومزيد من فضح الحقائق، لأننا محتاجين إلى الحقائق، شعبنا محتاج إلى الحقائق. شعبنا الآن يئن كثير من الأمور والمهمات التي طغت الآن على الشارع وطغت على الساحة، وخاصة الفساد والضحك على الذقون والمحاصصة المقيتة التي استطاعت أن تؤدي إلى العراق ما عليه الآن. وإلا أنت كيف تقبل العراق؟ هذا العراق الآن خارج يحصل على الأرقام المعيبة من اليونسكو، للأرقام المالية العالمية، إلى الرياضة، إلى 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 الفضائح الآن المتوخاء. وآخر فضيحة الماء الفالح والماء البصري. من هنا نطالبهم وألح على وأجبل أشد على أيديهم أن يكونوا عونا لهذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي يتمتع بعقل الأرثوذكسي. الشعب العراق الذي يتمتع، اذهب الآن واخذ لك تور على المنطقة كلها وسترى بأمة عينك العراق عندما يذهب خارج حدوده، بل الشتات التي مرت علينا من الثمانينات إلى الآن، من هو المنجز العراقي؟ المنجز العراقي في الشتات أكثر بكثير من المنجز العراقي في الداخل، وهذا رقم. عندما يعالج هذا الرقم ويناقش هذا الرقم سندين به الفاسدين والمفسدين والمحاصصاتين والذين علاماتهم في وجوههم، وعندما يذهب للوضوء يضرب جراين، شايف الجراين مال قبل؟ يضرب جراين. فأعيدها، نتمنى لكم أيها الرافدين، ستبقون رافدين لأنكم أنتم الرافدين المتقاعد، بالحقيقة الميت قاعد، عبد الله صبيح نجم، وشكرا لك وشكرا لكل الكادر العامل بها.